بإجراءات احترازية مشددة وتعليمات من الجهات المعنية كافة بالالتزام بتنفيذها، تعود صلاة الجمعة اعتبارا من الغد في المساجد الكبرى. واستعدادا لذلك، قامت وزارة الأوقاف بحملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة إتمام استكمال علامات التباعد بكامل مساحات المساجد التي سوف تقام بها صلاة الجمعة، ومراعاة عدم التزاحم أثناء الصلاة. ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة غدا تحت عنوان الأمل في الحياة، وينقلها التلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقلعة. وأكد وزير الأوقاف أن الأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل فلا حرج على صلاة كبار السن والمرضى في بيوتهم. وناشد وزير الأوقاف الجميع بالتعاون في تنفيذ خطة الوزارة حتى الوصول للفتح الكامل للمساجد.